اليوم بعرسيل اليو ان دي بي قدموا عدد من الشاحنات اثنين واضافه لآليات للبلديه، وعرسيل من الضيعة اللي كثير انظلمت بسبب الازمه السوريه، بس كان في حدا كمان كثير جهات منها عم تعوض لها عن الضرر اللي لحق فيها. هلا هون نحن على السايت موضوع تمديد الاقساط اللي عم نشوفه اللي هو رح ياخذ مياه الامطار اللي كانت هون خاصة بهالنقطة، لأن نقطة واطية كانت عم رح تسبب طوافين لولا هيدا المشروع، إضافة إنه التمديدات اللي عم نشوفها هلا يمكن البناء عليها كثير بالمستقبل لمشاريع تانية سواء من اليو ان دي بي أو من غير اليو ان دي بي. فاليوم اليو ان دي بي بيعتبر إنه أمنت بنية تحتية لمشاريع كثيرة صار تنفيذها أسهل بالمستقبل.